هذه وظيفة هذا الوجود، فلا يسمى هذا الوجود بأنه وجود عبثي بالنسبة لك، فلا تلهو في هذه الحياة لأنك لم تخلق للهو في عرفك. أما الإله نفسه فلا يتصور فيه الإيه؟ اللهو ولا العبث، لفوت الإيه؟ الغرض. طيب يبقى هو خلق الوجود بقى كله كده عن بكرة أبيه ليه؟ لإرادته، لا لغرض يعود عليه ولا لحاجة يتكمل به. عشان كده قالوا على التحقيق أن الوجود محض فضل على المؤمن ومحض نقمة على الكافر. علشان كده الكافر حيقول يا ليتني كنت ايه؟ ترابا. واما المؤمن فهو في غاية السعادة، خلقك من عدم، هداك واطعمك ورزقك واوجدك وادخلك الجنة، فاي فضل لهذا يعني؟ فده غاية الكرم الالهي، وحنتكلم طبعا في فكرة الهداية والاضلال ان شاء الله. فكل فضل الهي. فإذا تأملت الوجود بهذه العقلية علمت أن أفضل نعمة في هذا الوجود هي الوجود، إذا ختمت بالسعادة وهي الايه؟ الجنة. وده باب الحب العظم عند أهل الله سبحانه وتعالى، أنك أنت ترى أن هذا الوجود كله من لا شيء فضل. فأنت ولله المثل الأعلى، لو طفل لقيت التقطته من الشارع وأكرمته وعلمته وأغنيته وبنيت له القصور ثم جعلته ملكا ولم ترد منه شيئا وسبته اختفيت، مش دي بتبقى غاية الكرم؟ لا أنت عايزه يبرك ولا عايزه يفتكرك، حتى مش محتاجه يفتكرك حتى، هنا دي غاية الإيه؟ الكرم. فما بالك بقى الإيجاد من عدم؟ ده أنت مش مجرد طفل لقيط، ده أنت أسوأ من الطفل اللقيط، وهو أنت معدوم أصلا. فأوجدك من هذا العدم وهداك ووفقك إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام وإلى مثل هذه الأمور، وختم لك بالسعادة على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، وأدخلك الجنة ورفعك فوق ملايين البشر من أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فده غاية الكرم، لا لغرض يعود عليه، وده باب الحب الأعظم في الحقيقة. فبالتالي الناس اللي متضايقة من الشر لأنه بصص في طبق غيره في الحقيقة، فأنت متضايق إن في واحد هيخش النار، مالك وماله يا عم؟ ركز في طبقك، ركز في النعمة العظيمة اللي عندك. يقول لك لا أنا هخش معايا، اكسر الطبق ده وخش معايا. غاية الحماقة، غاية الحماقة والسفاهة، إنك أنت تعترض على القسمة الإلهية في ملك الله سبحانه وتعالى، إن هو ليه هيدخل ده النار؟ فتروح تبقى انت عايز تخش معاه. طب ما تبص للنعمه العظيمه اللي في قلبك ده، مش تتمنى له الخير؟ فرق كبير ما بين الاعتراض على القسمه الالهيه وفرق ما بين الرحمه التي وضعها الله في القلوب، بحيث نتمنى الخير للجميع ونتمنى لهم النجاه فنسعى لهدايتهم ونسعى لدعوتهم ونسعى لايمانهم. دي قضيه ثانيه حتاتي ان شاء الله. يبقى علشان كده أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. محض إرادة إلهية. وعلم آدم الأسماء كلها. فهنا علمه يعني إيه؟ أدام الفضل عليه بأن هو رزق هذه المعارف ليرتقي وتحصل له معرفة الله سبحانه وتعالى، فأظهر علمه على الملائكة ليظهر رتبته. شفت التكريم الإلهي إن هو، فهنا أراد أن يظهر تكريم الله سبحانه وتعالى الحقيقي لبني آدم على الملائكة، بأنه رغم استغنائه سبحانه وتعالى عن العبادة إلى أنه أكرمه بالهداية وأكرمه بالمعرفة وأكرمه بالعلم وجعله أهلا لحمل هذه الإيه؟ الأمانة التي هي تشريف. يبقى هو سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق وهو محتاج إليهم، والسؤال ساقط ابتداء. فلا يقال لما، ما الغرض من مثلا سقوط الإناء على الأرض؟ سقوطه الإناء ليه بيقع؟ فتعتبر أنت عندك قانون الجاذبية بس، لكن هل للإناء غرض؟ الإناء ليس له إيه؟ غرض، منزه، لأنه ليست له إرادة، فبالتالي هو أصلا منزه عن الإيه؟ عن الغرض. الإله له إرادة ولكن ليست له إيه؟ منفعة تعود عليه، فأيضا هو منزه عن الغرض بهذا المعنى. فبالتالي يبقى كل ما في هذا الوجود هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، خيرا كان أو شرا بالنسبة لنا،
ولكنه لم يقع لغرض أو منفعة تعود على الإله سبحانه وتعالى. بقي الكلام ما معنى الخير والشر، بالتالي اتضح برضو من سياقتنا، وهي أيضا فرع من انتفاعك وتضررك. فكل ما يعود عليك بالنفع عاجلا أو آجلا بنسميه خيرا، وكل ما يعود عليك بالضر آجلا أو عاجلا بنسميه شر. والعاقل هو من يرى أن أعظم الشرور هو ما لا يزول، هو الخلود في النار والعياذ بالله، وأن أعظم النعم هي النجاة في الإيه من النار ودخول الجنة. والمؤمن يرى أن كل ما يقع له في هذا الوجود بمحض الكرم الإلهي، ما من حتى الشوكة والكلام ده كله والألم وكل ده، يرى أن كل ده هو سبب ليه للجنة. فبالتالي فكل ألم في هذا الوجود للمؤمن خير محض. ليه خير محض؟ لأنه مؤمن، لأنه لو كان كافر كان حيبقى بيتعذب على الفاضي، يأكل كل وتمتع وتألم وفي الآخر هتخش النار برضه. لكن المؤمن كل ما يقع له من ألم فهو خير محض، لأنه يؤدي إلى الخلود في الجنة أو إلى دخول الجنة. فبالتالي لا يسميه شرا باعتبار مآل، وإن كان يمكن تسميته بالشر باعتبار الحال، إن أنا متضرر. محدش بيقول لك ارضى بالألم، بل لابد من السعي في رفع الألم شرعا قبل طبعا قبل الطبع. ليه؟ لأن لو الإنسان في بعض لو امتنع عن الطعام والشراب لتألم من الجوع وأثم بموته لأنه أهلك إيه؟ نفسه. فبالتالي يبقى القياس عقلا أنك أنت المفروض لو كل ألم بتثاب عليه يبقى المفروض لا تسعى في رفع ألم. وهنا تأتي العقيدة مع الشريعة، فالشريعة تيجي تضبط لك الضبطة دي، فتقول لك لا أنا مش عايزك تسكن تحت الألم إلا الألم الذي لا دخل لك فيه، وهو المرض أو الابتلاء من الغير الذي لا تستطيع رفعه عن نفسك، ده اللي تسكن تحته طالما سدت أسباب الرفع. أما أسباب أما ما أمكن رفعه فيجب عليك أن ترفعه إلا إذا تساوت، فلك أن تختار. يعني زي بعض الأمراض اللي ممكن الإنسان يرضى أنه هو لا يتعالج منها، مش هيموت منها ولكن خلاص يعني تساوى فيه الفعل. عشان كده بنعتبر العلاج في الفقه حق، إلا في بعض الأمور فهو واجب، لكن في كثير من الأحيان حقك ما تتعالجش أو كان لا يؤدي إلى الهلاك أو ضرر أشد. طبعا ليها تفصيلة في الفقه مش غرضنا دلوقتي. فالشرع يبقى يوجب عليك الحركة، والطبع بيوجبها عليك أنك أنت تلقائيا أنك أنت لا تصبر على الألم عادة، فبتسعى إلى أخذ الأدوية وإلى هذه الأمور. فهنا فباعتبار أن دوت ألم حال وعاجل ممكن تسميته مجازا شرا، بس الشرع بيقول لك إيه الخير أمر المؤمن كله إيه؟ خير، باعتبار أن كل ما ينزل بك إن رضيت به وسلمت به لله سبحانه وتعالى ورأيت أنه كله من الله حيرجع إليك في الإيه؟ في الجنة، وهي الخير الأعظم. فبالتالي فالمؤمن لا يرى في الوجود شر، ودوت معنى الخير كله بيديك والشر ليس إيه؟ إليك. مش بمعنى أن الشر مش الإله هو اللي بيخلق الشر، بل معنى أن أنا أرى أن الوجود دوت مفهوش شر أصلا، لأنه إن كان لي ويعود علي فهو نعمة عظمى وإن تألمت منها، وإن كان يعود على الكافر أو على الساخط عن الله سبحانه وتعالى فهو عدل. وبالتالي والوجود مش على وفق الإيه؟ وفق مراد الكافر ولا وفق مراد المؤمن أصلا. فبالتالي فبرى أن الوجود كله خير بمعنى أنه منفي عنه الألم المطلق للمؤمن للمؤمن. دوت معنى خيرية الوجود. والخيرية طبعا فيها كلام طويل جدا برضو لا يتسع له هذا المقام. معضلة الشر جاية منين عندهم؟ أنهم تصوروا أن الإله رحمة مطلقة في الدنيا وفي الآخرة، والرحمة عندنا صفة فعل يرحم ولا يرحم، فبالتالي هو قد يبتلي، ولكن الابتلاء في حق المؤمن بالنسبة لنا رحمة بالجعل الإلهي، وإلا فهو قادر سبحانه وتعالى أن يبتلي المؤمن ولا يسيبه، لأن حيأتي بعد قليل أنه لا يجب عليه الثواب ولا العقاب، بل هو برضو من المحض الفضل الإلهي. فبالتالي كان ممكن يبتليك بصنوف من الأمراض والألم وخلاص لا تتحسب عليها لا سلبا ولا إيجابا، أو والعياذ بالله
تحاسب عليها سلبا كما للكافر. فكافر يخلق من في شقاء ويدخل النار، ودوت عدل إليه تصرف في ملكه، سبك من دوت هنتكلم عليه بعدين. ولكن من كرمه أنه هو يخلي الشقاء اللي بيلحقك كمؤمن في هذه الدنيا مساب عليه. فبالتالي يبقى نرى أن الإله هنا رحمن ورحيم، دي غاية الرحمة بنا. طيب، ولم يرحم إيه الكافر إلا رحمة نسبية بالإمهال، بأنه كان قادر على إنزال أشد عذاب من هذا العذاب، رحمة نسبية مش رحمة مطلقة بالكافر. طيب، ده يؤدي لنا أي مشكلة ولا أي مشكلة؟ لأن الإله عندنا لا يجب عليه أن يرحم جميع الخلق، لأنه صفة فعل وليست صفة ذات، وهو منتقم وهو جبار، والصفات لا تتعارض سبحانه وتعالى. فهم قالوا أن لقينا أطفال بتتخلق وبتمرض وبتصاب بأمراض مؤلمة هائلة وهم مش مكلفين، وبيخشوا وبيموتوا. فلو هو رحيم يبقى إيه؟ المفروض ما يمرضهمش، ولو هو حكيم يبقى ما يخلقهمش أصلا أو يشفيهم أو كده، ما الفائدة؟ فراحت نشأت نظرية طبعا عند المعتزلة بوضوح، وهي فكرة الأعواض. قالوا ما فيش ألم في هذا الوجود إلا وفيه عوض. وبعضهم وصل لدرجة أن حتى الحيوانات ربنا حيعوضها من بعضها البعض، فلما أسد بيأكل غزالة ربنا حيعوض الإيه؟ الغزالة اللي اتاكلت ديت أو اللي اتجرحت ديت من الأسد، وبعد كده هيهلكهم مش مشكلة، بس لازم تتعوض علشان يحقق قانون العدل. قلنا له العدل هو التصرف في الملك، وبالتالي الإله إذا خلق مخلوقا يتألم ويتأذى ما فيش إشكال ولا يقال عليه أنه ظالم، وحنفصلها بعد قليل أو المرة الجاية. يبقى قالوا وإنما الأعواض هي محض فضل منه سبحانه وتعالى، لا على سبيل الوجوب بل على سبيل التفضل، فهو أعطاها عوضا للمؤمن فضلا منه سبحانه وتعالى، وكل ما في الوجود هو كرم إله. عشان كده القصة اللي ذكرناها قبل كده، أن الإمام ابن حجر العسقلاني كان قاضي قضاة مصر في العصر المملوك، يعني حاجة كده هيلمان، يعني تعطى مصر في العصر المملوكي من أقوى الدول في العالم في الوقت دوت، يعني في العالم مش العالم الإسلامي فقط يعني. وقاضي القضاة ده على رتبة بعد السلطان والخليفة، يعني الخليفة شكلي طبعا والسلطان فعلا. فماشي بقى في مصر هيلمان بالحصان بتاعه بالحرس بتاعه والكلام ده كله، فهجم عليه يهودي زيات لطخ ثيابه بالزيت وما شرف ايه، فقال له انتوا النبي بتاعكم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ يعني أنا راجل متكدر طبعا. قال له لما أعد الله لي فأنا في سجن، ولما أعد الله لك فأنت في جنة. أنا راجل أطمع في ما يدخلني الله سبحانه وتعالى إياه، وهو الجنة أوسع من الدنيا بتاعتكم دي كلها، أما أنت فدنيتك حاول تتمتع فيها قدر الإمكان علشان إيه؟ مش هتورد على جنة، أو توب أو أسلم. فهكذا كانت معايير الدنيا في الحقيقة، إن شقاء الدنيا كله لا يعادل شيئا إذا قدر أو وزن بنعيم الآخرة، والعكس صحيح. طيب، هل فبالتالي يبقى الإله يرحم ولا يرحم؟ وتكون الرحمة أشد ما يكون إذا اتصلت بالإيمان، فيكون كل أذى يلحق المؤمن رحمة في الحقيقة. أما الطفل والحيوانات ومن وغير المكلف، فإما أنه دوت كمال تصرف في الملك فلا يوصف برحمة ولا بنقمة، بل هو عدل إلهي تصرف إلهي، أو أنه برضو فيه نوع من الرحمة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد يكرم هؤلاء الأطفال ويدخلهم الجنة كما ورد في الأحاديث، لا على سبيل الوجوب العوض، بل الغالب أن الجمهور أهل السنة لأن كل من مات غير مكلف فهو في الجنة من الأطفال. المسألة دي مشهورة، أطفال المشركين هيخشوا الجنة، بعضهم رأى أنهم يدخلوا، نعم طالما مات غير
مكلف أو حيصير عدم أو حيختبر، كلها أقوال كثيرة يعني لم يرد فيها نص قطعي من الشرع. لكن في الآخر إحنا أصلا مؤمنين إن لو الإله أهلك هذا الوجود كله وقفله على كده ولا جنة ولا نار فهو عدل. ولكن في الآخر اللي انتوا زعلانين يعني ان الطفل بيتعذب، ما هو والله لو اتعذب ومات وعلى هذا وخلصت ما ده عدل برضه. ومع ذلك بنقول ان غالبا ظواهر النصوص بتقول ان هو هيخش الجنه، فهو برضه ايه رحمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى دي القضيه باختصار. لو تاملت هتجد ان اساس الاشكال هو قياس الاله على قوانين البشر ورغبه الانسان ان يكون الاله على مراده وعلى قانونه. فبالتالي أنت تتألم في هذا الوجود فتريد للإله أن لا يؤلمك، وترى شرور في هذا الوجود وتريد أن لا تراها فتريد الإله أن لا يفعلها، وهي إرادة ماضية فوق إرادتك، وإنما كان هذا من جملة التكليف، لأنه لما جعل في طبعك الألم جعله محركا لك، والإنسان لا يصدر كما قال أرسطو لا يصدر إلا عن لذة أو ألم، منفعة أو إيه ملذة. فلولا الألم لما تحركت لدعوة الخلق، ولما تحركت لإنقاذهم، ولما تحركت لشفائهم، ولما تحرك الطبيب لطلب الدواء، ولما تحرك المهندس للبناء، ولما تحرك الوجود كله لأي حركة في هذا الوجود. فلولا أن الآلام موجودة في هذا العالم لما حرك الإنسان ساكنا، ولا بقيت البشرية على حالة ساذجة من الخليقة الأولى. هنفضل عايشين في الغابة بنلتقط الثمار. لولا وجود لذة وألم بتحركنا وطلبات للانتفاع وللكمالات لما تحركنا في هذا الوجود. ثم كان ماذا؟ ثم كان الإنسان أكثر شرا. ليه؟ فبدل ما بترحم ترمي قنبلة نووية على الخلق، وبدل ما بتسعى في الشفاء بقيت بتسعى في امتصاص الدماء، وينزل البلاء والوباء بالناس تروح انت مغلف اسعارك ومستغل وتبقى غني حرب وتستغل فيها. فغايه الخسه من الانسان وغايه المنفعه ايضا والكرم من هدايه الله سبحانه وتعالى للانسان. فهي القضيه، القضيه ان هو الكل له قوانين بتحركه، القوانين دي الطبع والشرع، ولولا الطبع والشرع لسكن الوجود. بتصلي ليه؟ مش بالطبع، طبعك بيميل الى السكون والى الراحه والدعاء. الشر يجي يقول لك حرك ايديك علشان ايه تدخل الجنه. بتشفق على الخلق ليه؟ طارة من الطبع، ولكن الطبع دايما بيروح ويجي، ممكن انسان قاسي الطبع، ممكن انسان جاف في الطبع، فالشرع يجي يقول لك لا، ده انت لو شفت جارك جائع وبتبيت مش هتخش الجنه، وتبيت انت شبعان. ليه؟ حتى لا يترك الانسان لطبعه، فيتحول الإنسان إلى غابة أو يتحول الوجود إلى غابة يتقاتل فيها الناس. فبالتالي الألم في هذا الوجود من جملة محركات هذا الوجود التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فيسميها المؤمن خيرا مطلقا، والأحمق يراها إيه شرا محضا، وهو كل خير من الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول ويلزم أن يكون ذلك الوجود كله بإرادة قديمة عامة في جميع الممكنات خيرا كانت أو شرا. فكل ما وقع في هذا الوجود من خير أو شر فهو منه سبحانه وتعالى، ولكن هيهلك بهذا الشر بعض الناس اللي هيسخطوا أو هيرتكبوا، فالاثنين هالكين، الساخط علشان اعترض على القسمة الإلهية وكفر بالله سبحانه وتعالى اللي يا رب، والذي ارتكبه لأنه ارتكب معصية في هذا الوجود أذى الخلق، رمى عليهم قنابل من غير ذنب ومن غير بيأذي، بيرتكب الشرور لمجرد الشر المحض، فحيأثم عليها فكانت شرا في حقه. لما عرف وخيرا في حقك، لأنك أنت لما ترى الشر ده بتحتسب وتصبر وبتسعى في رفعه فبتثاب على سعيك. فبالتالي علشان كده برضو طبعا شرحنا يعني الغزالي في الاقتصاد، فبيقول لك فلو تأملت مش هتلاقي في حاجة اسمها شر في المطلق كده، لأن الشر فرع من إيه؟ من انتفاعك وتضررك بالنسبة لك. وضرب مثال بالملك، يموت أهله، يموت الملك فبالنسبة لأهله هو إيه؟ شر، وبالنسبة لأعدائه هو إيه؟ هو خير. فبالنسبة لك في قنابل نووية اترمت ومش عارف مآسي، ولكنها خير بالنسبة لك لأنها توجب عليك وتحركك لدفع هذا الظلم ولمنع البشر من التعدي،
وتصبر على البلاء فتساب من هاتين الحيثيتين، خيرا كانت أو شرا لما عرفت قبل في القدرة، وأنت هي تتعلق بجميع الممكنات، وأن تكون إرادته لا لغرض له وإلا لكان ناقصا في ذاته متكملا بفعله، وذلك محال سبحانه وتعالى، لأنه قبل أن يخلق الخلق حيبقى كان ناقص منتظر لهذه الكمالات التي تعود عليه بهذا من هذا الخلق، ولا لغرض لخلقه، فهو لم يخلق شيئا لأجل إنسان، لأجل حبيب عينين إنسان، وإلا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح له. فلو كان سبحانه وتعالى بيوجد الوجود علشان إرادة الإنسان، كان الكافر حيقول له إيه؟ ليه خلقتني؟ كان الأحسن ليا إما أنك أنت تهديني جبرا، وإما أنك أنت ما تخلقنيش أصلا، صح؟ فلو كان واجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح لهم لما وقعت إيه؟ محنة في هذا الوجود، ولما ورد شر في هذا الوجود يعني بالنسبة للإنسان، وهو محال لما سيأتي حيفصله بعد قليل. وكما استحال أن يريد سبحانه أو يفعل لغرض، كذلك استحال أن يكون حكمه على فعل بوجوب أو تحريم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من الأغراض، فهو لم يحرم الخمر لأجل أنه بيتأذى منه سبحانه وتعالى، معصيتنا كلها ما بتفتش في ضرره، ولا لأجلك، كون أن التكاليف الشرعية قد تعود عليك بمنفعة دنيوية قد تعود، فدوت لا يعني أنها شرعت لأجل هذا. وعلشان كده في الأصول بنفرق ما بين الحكمة وبين العلة، فالعلة هي وصف دال على الحكم، فالله سبحانه وتعالى يقول لي حرمت عليكم الربا عند الإمام الشافعي مثلا للطعم، لأن كل المطعومات أنا لا أريد أن يجري فيها الربا، عند الإمام أبو حنيفة يقول للوزن والكيل واتحاد الجنس، فكل ما اتحد جنس وكان موزونا أو مكينا الشرع مش عايزنا نرابي فيه، طب تفصيلة طبعا تطلب من الفقه، نضرب مثال. فهنا العلة هي وصف كاشف عن مناط الحكم، يعني بيقول لي ايه، كانك لما تخش الحفله ولقيت واحد لابس العلامه الحمراء اعرف ان هو منظم للحفله ديت بس، فهي دوال على الحكم فالبتاع اللي انت معلقها دي دال على انك انت منظم للحفله، فكذلك الوصف دوت دال على ان هو ايه الحكم. عند الامام الشافعي هيقول لك مثلا ان عله التحريم الاسكار، يعني كلما وجدت سائلا مسكرا فهو حرام، فكأن الشرع بيقول لي اول ما تلاقي وصف الاسكار في الفعل عند الامام الشافعي او عند الجمهور، يعني خلافا للاحناف، الاحناف عندهم المعنى مختلف، تفصيله مختلفه، يعني هيقول ان الحكم فيها ايه، هو الحرمه. فبالتالي في خمره كانت بتشرب ايام النبي وخمره تانية اتعملت بعد النبي، اخترعنا انواع جديده من الخمور، الامام الشافعي هيقول لك ايه بمنتهى الاريحيه، وابو حنيفه طبعا مش معنى كده هيقول لك اشربها بس عشان ما حدش ياخد احكام من الامثال، الشافعي هيقول لك ايه هي حرام ايضا، يقول لك ليه دي مش خمره، مش دي الخمره اللي كان بيشربها النبي صلى الله عليه وسلم، بيشربها يعني حاشا صلى الله عليه وسلم، بيشربها اهل الجاهليه في عصر النبي يعني صلى الله عليه وسلم. فهنا هيقول لك برضه هي حرام، لان الخمره ما حرمت لخمريتها بل لكونها مسكره. طب ليه هي حرام، طب ليه الاسكار حرام؟ والله كده هنتكلم بقى في حكم بقى، والله بيوقع العداوة والبغضاء، طب احنا حبايب شربنا كاسين محبة برضه حرام، لأن الحكمة قد تتحقق وقد لا تتحقق، الحكم مش مربوط بالإيه؟ بالحكمة. يقول لك معنى كده إن أنا لو أهديت لك زجاجة خمر دي محبة مش عداوة وبغضاء، برضه هتبقى حرام. ليه؟ لأن دي الحكمة. يعني إيه الحكمة؟ الفائدة التي تعود أو الملائمة التي تظهر على الإنسان في باب التكليفات، وشرحناها بالتفصيل في باب القياس في أصول الفقه فاطلبوها من هناك. فبالتالي بعض التشريعات قد تظهر فيها الحكمة وبعضها لا يظهر فيه الحكمة فتسمى تعبدية. ليه بالظهر 4 ركعات مش 5 مش 6؟ ليه المغرب 3؟ ليه بنطوف 7 أشواط؟ ليه اشمعنا الكعبة؟ اشمعنا رمضان؟ كل ديت لا تظهر فيها الحكمة بوضوح، قد تظهر فيها لعلكم تتقون. طب الناس أفسق خلق الله في رمضان، برضه هتصوم، صوم واجب لأن العلة هي رمضانية، يعني الحكم مناط برمضان. يبقى
يبقى الأحكام الشرعية مش لحصول النفع والضرر، النفع والضرر قد يأتي تبعا، قد يظهر المقصود فيه، ولكن المقصود لن يشرع لأجله إلا ما شرع لأجل علة، وده ساعتها بنسميه واجب لغيره أصلا. يعني إيه؟ يعني مثلا أن يقال إن إرشاد الضال يعني الشخص مثلا تايه واجب، فهنا الوجوب ما فيش فعل معين اسمه إرشاد الضال، وإنما المطلوب ما دام ضالا فأنا مطالب أن أنا أرشده، دفع الضرر هنا كأن المقصود هو دفع الضرر، معنى كده أن أنا شايف الضرر ملحوظ فبالتالي الواجب هو إيه دفعه، فكأن ما فيش حكم هنا معين وإنما في معنى مقصود ابتداء. لكن التكليفات بالأمور بالواجبات الشرعية قد يترتب عليها منفعة وقد لا يترتب، ظهرت خير وبركة ما ظهرتش سلمنا طالما هي ثبت بالفعل وتأكدنا من إيه من وجوبها. وقص على ذلك بقى كم التشريعات، فأنا لا مطالب بتبرير كل التشريعات الإلهية من لحم الخنزير ومن الخمر ومن الحجاب ومن الاختلاط ومن كل والزنا والحاجات دي كلها، كل ديت ظهرت الحكمة اختلاط أنساب خير وبركة، لكن الحكم مش منوط بيها، شايل الرحم مش هتزني برضو، عقيم مش هتزني مش هيزني برضو، ليه؟ لأن الحكم مش منوط بهذه الحكمة، ولكن هذه منافع قد تتحقق فنتأمل في فلسفتها ولا تشرع لأجلها. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يشرع لأجل الإيه؟ لأجل المنفعة، لا ليك ولا لي، المنفعة هي دخول الجنة، فمن هذا الاعتبار ماشي. وعلشان كده بنقول حتى دخول الجنة مش لأجل التشريع، لأن لا يجب عقلا الإسابة على الالتزام بالإيه؟ بالواجب. فممكن سبحانه وتعالى يأمرك وينهك ولا يثيبك، فعشان كده قالوا هو قول الأمر هو قول القائل لغيره افعل على سبيل الوجوب. بعضهم قال وترتب الإثم، قال لك لا مش قيد، ترتب العقاب مثلا لك مش قيد، ولكن ده من اللطف الإلهي، وإلا فبالتالي ممكن الأمة تقول لك تطلب منك الفعل ولا تقدر على عقابك، ضعف منها مثلا أو طيبة شديدة منها، فده لا يسقط رتبة طلبها ومنزلة طلبها، ولكن من اللطف إن هو يوضع لك العقاب. ليه؟ لأن النفس في الغالب تميل إلى التراخي، لا تعجز في كثير من الأحيان عن مشاهدة رتبة الآمر، فكان من اللطف الإلهي إن هو يحط لك العقاب ملازم للأمر والنهي لطفا بك سبحانه وتعالى، كرما منه سبحانه وتعالى، لأن الغالب علينا أن احنا لا نشاهد مقام الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدر، وإلا فالعاقل ينبغي أن يمتثل للأمر والنهي إذا تعقل معنى الإلهية مطلقا، ومع ذلك الإنسان بيراجع وبيتكاسل وبيتراخى لغلبة الغفلة على طباعنا، فيضع المحفزات ومن ضمنها الثواب والعقاب علشان تمتثل، فبقى من محض الفضل. علشان كده بنقول برضو الثواب والعقاب ما فيش علاقة عقلية بينهم وبين التكليف والأمر والنهي، فبالتالي بقى كل التكليف والأمر والنهي هو إرادة إلهية قديمة لا لغرض يعود عليك ولا عليه سبحانه وتعالى، فإن جعل لك ثوابا على هذه العبادة فهو برضو رجع إلى الإيه؟ إلى الفضل. عشان كده بيقول استحال أن يكون حكمه على فعل بوجوب أو تحريم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من الأغراض، لأن الأفعال كلها مستوية في أنها خلقه واختراعه، فتعيين بعضها للإيجاب وبعضها للتحريم أو غيره واقع بمحض الاختيار، لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلا، وإنما يعرف بالشرع فقط. فبالتالي تجد مثلا كما يروى مثلا نكاح الأخوات في ملة سيدنا آدم كانت جائزة، ما فيش إشكال، لأن ده في أمر في ذاته لا يوصف بحسن ولا إيه قبح، وإنما هي تكليف إيه إليه. طب الغالب علينا إيه الإشكال؟ اعتياد أشياء ونفرة الطبع من أشياء فنظن أنها في ذاتها قبيحة، فبالتالي نعترض على التشريع بأنه لما شرع مثل هذا التشريع الإيه؟ البعيد عن الطبع، والطبع ده قد يتغير في خلال 100 سنة بس، فبالتالي لو نظرت إلى أمور كثيرة كانت مقبولة من 200 سنة ومن 100 سنة وبقت على العكس وانعكست، بص مثلا موقف الناس من الشذوذ في الغرب من أقل من 50 سنة، مش هنقول 100 سنة،
ده في المسلسلات اللي متسجله كانوا بيتريقوا عليه وبيتنمروا عليه، ودلوقتي لو تنمرت عليه بقيت ايه؟ بقيت انسان قبيح وفاسد. ليه؟ لتغير الطباع ولتغير العادات والاستحسانات. فبالتالي استحسانك لشيء واعتراضك على الشرع والألوهية باعتراضك على التشريع، فأغبى الناس هو من يلحد لأجل أن في تشريع مش عاجبه. يقول لك ما فيش إلهي شرع حكم زي ده. هو يعني حضرتك اشتغلت إليها قبل كده، عارف التشريعات المفروض تبقى ماشية إزاي يعني. فده أغبى الأشياء يعني. وبعدين حتى لو مش عاجبك التشريع ما تعملهوش، اعترض عليه لكن ما تنكرش وجود إله. يعني جنون مركب، جنون مركب مكعب كده. فبالتالي ممكن الإله يكلفك بأشياء ثقيلة على النفس ويحار فيها العقل، ما تبقاش فاهم وجه الحكمة فيها، كما كلف سيدنا إبراهيم بذبح ابنه. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أنه هو إيه؟ لم يحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، فلما أنت بتفهم المعنى ده بتتحرر من وهم تبرير الشريعة. يبقى شيء من الاثنين، أنا عندي إله؟ آه ولا لا؟ عندي إله. هذا نبي ثبتت نبوته؟ آه ولا لا؟ ثبتت نبوته. هذا التشريع صحت نسبته إلى النبي أم لا؟ ممكن في الاخر تشريع مدخل خطأ، اجتهاد خاطئ، او حديث لم يصح مثلا. لو قلنا ان الاجتهاد يعني حديث، بس هو طبعا مش كده. فبالتالي ممكن ارفض التشريع من باب انه لم يصح نسبته الى الايه، الى النبي. صحت نسبته ولم يقبله طبعي، او كان ثقيلا على طبعي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لا يغير منه من حقيقته. يبقى هذا ده الترتيب الهرمي للمعارف بتاعتنا. محاولة الاعتراض على الإله بالتشريعات بتاعته غاية الحماقة والخزلان، لأنك بتقلب الإيه؟ القضية، وبتفترض أن الإله لا يكون إلها إلا إذا شرع لك تشريعات تلائم طبعك وتلائم استحساناتك. أخرك يا عم مش عارف تعملها ما تعملهاش، تقيل على قلبك ما تعملهاش، لكن ما تجيش تقول ده مش إله علشان إيه؟ شر. وبالتالي أنا مش مطالب دائما أن أنا أوجد لك الحسن في كل تشريع، ولا مطالب أن أنا أقنعك بكل تشريع بمنافع دنيوية تعود عليك، حجابك سر جمالك، والخمر مش عارف بتعمل إيه، والخنزير في دودة، كل الكلام ده تجارة بالدين في الحقيقة، ورخص في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. لأن شيء من الاثنين، إما قوي العزم وصدقت النفس وآمنت بصحة الحكم فحمتسل، آمنت بصحة الحكم وضعفة النفس خلاص أنت عاصي، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الايه التوبة، واستعن بأسبابها والكلام ده كله، وخلاص خلصت القضية على كده. مش تحقيرا من الذنب، ولكن عدم تضخيم لمقادير الايه الأشياء. طب عقلية التبرير دي عقلية ماركتينج، عقلية انهزامية، عقلية شايفة أن الإله دائما في موضع يحتاج إلى ايه؟ إلى التبرير. وحاشا لله سبحانه وتعالى وحاشا لدين الإسلام أو أي دين أن يحتاج إلى هذا التبرير. علشان كده بيقول فتعين بعضها للإيجاب وبعضها للتحريم أو غيره واقع بمحض الاختيار، لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلا، وإنما يعرف بالشرع فقط وبالجملة. فأفعاله تعالى وأحكامه لا علة لها، وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع لما يقول حرم كذا لأجل كذا فمؤول بالأمارات أو نحوها مما يصح. نحن بنقول أن ده العلة هنا بمعنى الإيه؟ الأمارة، علامة على وجود الحكم مش غرض للإله. أدي فكرة الإرادة، وده مفهوم الألوهية. سمعنا وأطعنا أن الإله هو مريد لهذا الوجود، وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادته وإن كرهه سبحانه وتعالى. ولأن عشان كده فرقوا ما بين الأمر ما بين الإرادة وما بين الرضا. فالله سبحانه وتعالى أراد الكفر من الكافر ولم يرضاه له. لم يرضاه له يعني لم يمدح ولم يستحسنه منه سبحانه وتعالى، ولكنه أراد. ليه؟ لأنه ممكن، وكل ممكن واقع في هذا الوجود بإرادة الله سبحانه وتعالى. أما الرضا فهو مش مقابل الإكراه، لأن الإله ما بيكرهش، وإنما الرضا في الإله بمعنى إيه؟ بمعنى الاستحسان والمدح، مدح الفعل. فالإله يذم الكفر ويذم الشرور وإن كانت واقعة بإيه؟ بإرادته. ودوت معنى كلام الإمام سيدنا علي لما بيقول إيه؟ أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يعصى مغلوبا، ولم يعصى مغلوبا. حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعصى إيه؟ مغلوبا، بل عصي بإرادته وبأمره، بإرادته لا بأمره، وإن كان لا يرضى لعباده الإيه؟ المعصية والكفر.
ولم يأمر بها، لا يأمر بالفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى، وإن كان مريدا لوقوعها، لأنها إذا وقعت فهي واقعة بإرادته، وحن فصلها في أفعال العباد. فرق ما بين الأمر وهو خطاب الله سبحانه وتعالى للعبد بالتكليفه بالفعل وبالترك، بالنهي وبالعدم أو بالفعل، فهو سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالحسن، ومعنى الحسن أي الممدوح منه سبحانه وتعالى، فلا يوصف أمره بالقبح، والمنهي عنه يوصف بالقبح باعتبار أنه منهي عنه حال النهي عنه، فلو المنهي عنه ده نسخ وتغير الحكم فيها وأمر به صار حسنا، لأن الحسن والقبح مش صفات ذاتية للأشياء، عشان كده كانت في شرائع محرمة وفي شرائع محللة والعكس، لأنها مش صفات ذاتية للأشياء، لأن الأشياء لا صفات ذاتية لها اللي هي حسن وقبح مطلقين، وإنما هي باعتبارات، الحسن والقبح اعتبارات ذاتية، فأنا أستحسن الشيء باعتبار المنفعة اللي بتعود علي أو باعتبار شيء ما يعود علي. فبالتالي الأمر والنهي هي الخطاب بالفعل أو بالترك، وهذا الخطاب يدل على ما يوصف أو ما نسميه حسنا شرعيا مش عقليا، والنهي يدل على ما يوصف به القبح. فلما بعضهم اليهود مثلا الحدوا، أو بعضهم مش الحدوا، دعوا إلى الإلحاد، يعني لما نزل تغيير القبلة قال لك لو كان خيرا لما تركوه، تمام، يعني طب ما كان بيصلي البيت المقدس يبقى الصلاة اللي فاتت ديت راحت عليكم، معنى كده ان الصلاة الحقيقية طلعت لفين؟ للكعبة، فبالتالي صلاتكم راحت عليكم، والإله نفسه ما كانش عارف مصلحتكم فين وايه تعمل. قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يضع إيماننا، وإنما كلفنا في هذا الزمان بهذا الفعل، وكلفنا في هذا الزمان بهذا الفعل، لأن الفعل في ذاته متساوي، وإنما بالتكليف الإله يجعل هذا واجبا وهذا حراما والعكس. فدلوقتي لو صليت لبيت المقدس لأثمت وربما كفرت، ليه؟ أنكرت معلوم من الدين بالضرورة وبتستهزئ بأحكام الله سبحانه وتعالى، والعكس صحيح. يبقى هي القضية الأمر والنهي هي تكليف أو صرف الفعل أو خطاب من الله سبحانه وتعالى بصرف الفعل إلى شيء معين، وهذا الأمر لا يوصف بالحسن والقبح لذاته بل باعتبار تعلق الأمر، فما دمت مأمورا فهو حسن، فإن تغير الأمر وتحول إلى نهي فهو إيه؟ قبيح شرعا في الحالتين، موافقته لطبعة كم خلفته في الحالتين لا اعتبار به. وما نقولش أنك أنت لازم تحب كل أمر، لأن حيبقى لطبعك ميل، كمال الإيمان أن يستولي حب الله سبحانه وتعالى على قلبك، فإيه؟ فتحب ما أحب ما أمر به، ده غاية المقامات، لكن في الحقيقة احنا لسه ضعاف فيها. غاية المحبة أنك أنت أي حاجة عملها المحبوب بتحبها، أمرك بكده حلوة هتحبها، عكس هتحبها برضو لكمال تشبع قلبك بإيه؟ بالمحبة. طب إذا لم تصل إلى مقام المحبة فالزم الأدب في مقام العبودية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وغير لك، بتسكن على نفسك وبترضى أو بتسلم لي سبحانه وتعالى. يبقى الأمر والنهي هو الخطاب الذي لا يدل على حسن ذاتي للأشياء بل يدل على إيه؟ حسن شرعي، يعني أن الشرع مدحه في هذا الزمان وفي هذا الحال. طبعا أمثلة الدوات كتيرة جدا، عشان كده لا نعجب لما الشرع يأذن بالكذب في بعض الأحوال، لأن الكذب مش قبيح في ذاته، فكالكذب في الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين أو كده، ليه؟ لأن الكذب مش قبيح لذاته، مفيش حاجة قبيحة لذاتها أصلا، فممكن تباح في لحظة ما لإنسان ما في زمان ما، مفيش إشكال. طب انت ليه بتنفر منه؟ عشان انت منذ الصغر بتلقن الكذب وحش، الكذب وحش، الكذب وحش، والغالب ان الكذب فعلا وحش بس مش دائما، عشان كده بيضربوا لها امثله متطرفه. اختبأ عندك نبي من ظالم، واحد والظالم جاي بيقول لك النبي عندك انا عايز اقتله، تقول له ايه؟ يجب عليك الكذب ساعتها، فالكذب صار حسنا في هذه الايه اللحظه. يبقى ده الامر والنهي، الرضا والكره من الله سبحانه وتعالى بمعنى مدح الشيء و ذمه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، معنى كده أنه مقهور على كفرهم حاشا لله، بل ذم هذا الفعل وأراده، لأن الإرادة بقى هي تخصيص الممكن بأحد الأوجه الجائزة عليه التي تعني وقوع الممكن على أحد الأوجه،
فكل ممكن، والإيمان والكفر من الممكنات لأنها أفعال المكلف، فهي واقعة بالإرادة، فواقعة بالإرادة منهي عنها غير مرضية لله سبحانه وتعالى الكفر. والإيمان واقع بالإرادة مأمور به مرضية عنه. فدول الثلاث حالات بالخلط بينهما يحصل بينهم يحصل الإشكال في الذهن. وحياتي مزيد كلام على أفعال المكلف المرة الجاية عشان الوقت بدأ يسرع. الفصل الثالث في وجوب علمه تعالى وما يتعلق به، ويلزم أن يكون محدث العالم عالما، والعلم هو صفة ينكشف بها الموجود على ما هو عليه، فهو لا يتغير علمه ولا يتنوع ولا يتعدد العلم بتعدد المعلومات، هو علم واحد ينكشف به الوجود. ولله المثل الأعلى، كأنك في نظرة واحدة نظرت إلى المكتب، فبنسمي دوت نظرة واحدة، وإن كانت حصلت لك علوم مختلفة لأنك أنت شأنك هو إيه؟ تعدد العلوم عندك، تعدد المعارف والإدراكات. لكن ممكن نعتبر باعتبار أن النظر استوعب هذا الوجود، هذا المكتب، بنسميه نظرة إيه؟ واحدة. فكذلك العلم الإلهي مستوعب المعلومات كلها استيعابا واحدا ما كان وما سيكون، انكشاف تام لا يتغير. ما كانش متوقع ان احنا حنيجي، ما هوش توقعات، ما هيش استدلالات، حاشا لله سبحانه وتعالى. لما احتوى عليه العالم من دقائق الصنع وعجائب الاسرار، احد ادله العلم زي ما قلنا ان هو لا يتعقل الاختيار الا عن سبق علم. وهنا ذكر دليل اخر لطيف، وهو ان هذا العالم متقن، ولا يكون صانع هذا العالم المتقن الا ايه؟ إلا عالما، لك أن تأخذ بأي دليل. وأن يكون ذلك بعلم قديم لما سبق في القدرة، متنزه عن الضرورة والنظر. يعني علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه علم ضروري، ولا يوصف بأنه علم استدلالي نظري. وإلا قارنه الضرر، لو كان علم ضروري يعني لا يستطيع دفعه عن نفسه، حاشا لله سبحانه وتعالى، أو كان حادثا، لأن النظر هو حادث بتستدل، مقدمة أولى تانية فبتستدل. ويتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، فالإله يعلم الواجبات، يعلم ذاته ويعلم صفاته، ويعلم المستحيلات ويعلم الممكنات، ما كان وما سيكون، وما لم يكن كيف كان، ولو كان كيف سيكون، كل أوجه العلم. وإلا لزم الافتقار إلى المخصص كما سبق. أي صفة قديمة تعلقت بشيء بتتعلق بجميع الأشياء. يبقى العلم لأنه مش صفة تأثير وإنما صفة انكشاف، تعلق بالمستحيل، فالله يعلم المستحيلات ويعلم الواجب لأنه مش صفة تأثير، فهو يعلم ذاته ويعلم صفاته سبحانه وتعالى، يعلمها على الحقيقة مش بالاستدلال ولا بالآثار. ليه؟ طب ليه القدرة تعلقت بالذات لم تتعلق بالواجب، والعلم تعلق بالواجب؟ قلناها لأن القدرة صفة يتأتى منها الإيجاد، فيها تأثير، أما العلم فهو انكشاف معلومات، صورة واضحة للأشياء. نختم، ما ليش نسرع منكم 10 دقايق عشان احنا طولنا النهاردة، علشان نبقى نقدر بس ما نطولش في الدرس أكتر من كده يعني، ولكن نسرع من وقتكم 10 دقايق. إجمالا بنقسم الصفات إلى صفات عقلية وصفات سمعية. الصفات العقلية هي الصفات التي دل عليها الإيه؟ العقل اللي احنا أثبتناها دي. سمعية الشرع يجي يقول لنا والله في بقى الإله موصوف بصفة فلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية، فهي لا تعرف إلا من الإيه؟ من الشرع. عقلا بقى بننظر فيها، هل هذا المعنى الذي أخبرنا به الشرع مستحيل عقلي فيبقى مؤول، أو نتوقف ولكن استحالة نعتقد المستحيل. علشان كده حياتي ثلاث مذاهب في ما يحيل العقل، ما يحيل ظاهره العقل. لو الشرع أخبرنا بشيء ظاهره الاستحالة العقلية، عندك ثلاث حاجات، ثلاث مذاهب. إما التأويل التفصيلي، هتشرح إن مثلا جه الشرع بيقول لك إن الإله ينزل إلى السماء الدنيا، أن الإله مثلا في السماء، ظاهره المكانية، والمكانية ملازمة للجسمية، والجسمية دليل الحدوث، والإله ليس بحادث، يبقى الاستحالة العقلية واضحة. نعمل إيه؟ ثلاث مواقف: التفويض وإكال العلم إلى الله مع تنزيهه عن مشابهة الخلق، وده أوسع المواقف، وده موقف السلف الحقيقي لم يخوضوا في مثل هذه المتشابهات. الله أعلم بإيه؟
بمراده. ده تحتي حاجتين، تحت المذهب ده لا تحتي حاجة، خلوها حاجة عشان الإمام السنوسي مخرجة التاني ده كمذهب تالت. فالتفويض هنا هو إيكال العلم إلى الله وعدم الخوض فيها مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مخالفة عن مشابهة الايه الخلق، يعني الظاهر هنا غير مراد. إيه بقى المراد؟ هل دي كناية عن حاجة ولا في حاجة اسمها سماء ولا مفاهيم مغير؟ مش قضيتي، خلاص أنا ريحت نفسي وأمنت بالله سبحانه وتعالى، ودوت ظاهر الآية سورة آل عمران آمنا به كل من عند ربنا، فوضت العلم خلاص. لأن طب اشمعنى في دوت؟ لأن ظاهره من حيث اللغة مستحيل عقلي، فأعلم أن ظاهره غير مراد، ولكني لا أقترح المراد على الله، فبالتالي بفوض العلم فيه إلى الله. عكس مثلا ما يجي يقول لي لا إله إلا الله هنا ظاهرها مفهوم والعقل أثبته وأيده، فينفعش أجي أقول الله أعلم بمراده، كده بقيت لا أدري، كده بقيت كل حاجة كل الحقائق عندك وهمية محتملة، دي حماقة برضو، ده جنون عبث. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الموقف الأول، لو في خبر من الشرع عن صفة من صفات الله أو شيء من أفعال الله أو معلومة عن الله إجمالا ظاهره مستحيل عقلي، بننفي الظاهر. وأول موقف التفويض المطلق، هتدعي أن الصحابة فهموا حاجة تانية، يبقى أنت بتفتري على الصحابة. من أين أتيت بأنهم فهموا الكلام ده؟ لم ينقل عنهم الخوض في هذه المسائل، يبقى تتوقف وتلزم الأدب. الموقف الثاني وهو موقف متقدمي أهل السنة، هو قريب، تحرك لحظة أو تحرك حركة طفيفة عن مقام التفويض، قال لك هنثبت منها صفات الله أعلم بمعناها، فكأنه بس تقدم خطوة أنه أثبت مسميات، فبيقول لك له صفة اسمها النزول مثلا، له صفة اسمها الاستواء، ليست بتحيز ولا جلوس على العرش ولا حركة ولا مكان في المكان، ولكنها صفة معنوية في ذاته سبحانه وتعالى، الله أعلم بماهيتها، والله أعلم بهي إيه. اليد ظاهرها محال عقلا، ليه؟ لأن اليد هي جسم، تمام، وآلة، والآلة دليل على الافتقار، وكل دي معاني ظاهرها محالة. السلف المتقدمين أو مش هنخوض والله أعلم مع تنزيهه عن المشابهة للحوادث، كل آمنا به كل من عند ربنا، وعشان كده قالوا تأويلها تلاوتها، ما تنكرش الآية، ده التفويض، ما تنكرش الآية، ما تنكرش الحديث، ولكنك تتلو بس تنفي المستحيل، لا تتوهم المستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. الخطوة اللي بعدها هيقول لك له صفة، مش بعض، مش آلة، مش جزء من ذاته، لأن ذاته مش متركبة، له صفة اسمها اليد، صفة مش بعض، لأن في بعضهم بيتحايل يقول لك هي لي إيد بس ما نعرفش زي إيه، أيوة الإيد دي اللي هي جارحة يعني اللي هي عضو يعني، بس ما نعرفش شكلها، كأن الإشكالية عنده في الهيئة، هي إيد كبيرة ولا بستة صوابع ولا بصبعين، حاشا لله سبحانه وتعالى، كل ده منفي قطعا عن الله سبحانه وتعالى. فيقول لك له صفة يتأتى منها، يجد سيدنا آدم مثلا أضيف إليها خلق سيدنا آدم في القرآن، فبالتالي ما ورد به النص حنتلوه، إيه هي؟ ما عرفش، ده مذهب متقدمي أهل السنة وبينسب إلى أبي حنيفة، أثبتوا صفة اسمها الوجه، صفة اسمها اليد، صفة اسمها الاستواء، وصفة اسمها العين، تقريبا أربع صفات ما زودوش فيها الباقي. التفويض قال لك مش ما نعرفش، الله أعلم بمراده أصلا من معنى الآية، لكن هنا قال في صفة في الآية، أثبتت آية، الآية أثبتت صفة، صفة مش جسمية ولا آلة ولا بعض ولا عضو، ولكن الله أعلم بمعنى هذه الصفة. والمذهب الثالث هو مذهب المتأخرين بدءا من الإمام الجويني وانت طالع والغزالي ومن جاء بعدهم، وهو التأويل التفصيلي، فيقال لك استوى على العرش كناية عن بسط السلطان، لما تقول لك مثلا استوليت على عرش البلاد يعني ايه؟ كناية عن انه الملك، انه ملك الملوك سبحانه وتعالى. اليد كناية عن القدرة والقوة والبطش والفلان له يد علي، يعني له سلطة علي وله ايه شأن علي. والتأويل احد ما اوجه اللغة. طب ايه اللي حملوا على التأويل؟ استحالة الظاهر، واستحالة الظاهر التأويل ليس بشر محض دائما، لو لم تؤول في بعض المواضع لا لازم الجنون
في كلام الناس، حتى انت في كل لحظه تؤول في كلام في كلامك الشخصي. لما تقول لي مثلا خدت عربيه وجيت للدرس، وانت خدتها فعلا ولا ركبت عربيه؟ هتلاقي لغتك اليوميه انت بتستخدم المجاز، وتلقائيا انا بستخدم التاويل علشان افهمك، لان انا قطعا عارف انك انت ما حطيتش العربيه في جيبك، ما خدت